في تحديات بتواجه تطبيق الضريبة العقارية؟ طبعا. زي تهر واحد، ما فيش حد عاوز يدفع ضريبة، يعني بصرف النظر حتى لو الضريبة دي أمر مكروه، حتى المسمى بتاعها لازم نغيره، يعني الضريبة أي مش في مصر، أي بلد في العالم الضريبة دي أمر مكروه. طبعا أهم حاجة إن أنا يعني مثلا عشان أتهرب أنا من الضريبة، مثلا الضريبة العقارية، بنيت سكن وسايبه فاضي، اروح اعمل ايه؟ اروح مثلا ايه، اقطع الصرف الصحي عنه، يبقى غير تام وغير مشغول، فاتهرب الضريبة. اروح اقدم بيانات عكس البيانات اللي عندي، اقول والله ده عقار قايل السقوط وما فيش حد ساكن وحاجات من دي، وبعدين تجد يعني ده يتحل ازاي؟ لجنة في اللجان اللي هي بتنزل بتفتش على هذا الكلام ويروح يقدمه. فإذا الموضوع يرجع برضو للمنظومة الإدارية، وبعدين الوعي، خلي بالك احنا ما عندناش وعي ضريبي، ولكن بالحملات اللي موجودة دي بنحاول. كلام حضرتك ده يعني في حد ذاته، والوعي الضريبي ده خلي بالك بس مش في الضريبة العقارية، جميع النقطة ليه ما فيش تواصل بيننا وبين، بس اهو دلوقتي هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. دكتور احمد شاوي رئيس جمعية الضرائب المصرية، اسعدتنا بوجودك معنا، بشكرك. شكرا جزيلا.